هو دلوقتي انا شايف ان انا الفترات اللي فاتت دي في دخل على الكوره كتير قوي، دخل على الكوره كتير، اه، ودول اللي بوظوا الجو العام بتاع الرياضه في مصر. على مستوى ايه؟ مسؤولين ولا كايه يعني؟ كل بقى زي ما انت عايز. اه النهارده حته الاحتراف دي طمعت ناس كتير، معلش يعني، في ناس بقى، فعشان كده في ناس بقى اللي مالوش في الكوره بقى يخش في الكوره. يعني النهارده في ناس بقى عايز تشتغل في الكوره باي شكل. باي شكل. ليه؟ لان في يعني مكتسبات. في طبعا في حاجات بس الواحد مش عايز يعني. ماشي. فهي هي ال 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 المجموعات دي من الناس هي اللي عامله كده. ولازم القانون بتاع الكوره بتاع الرياضه في مصر لازم يتغير. لازم. انت النهارده بيجي يقول لك ايه، ابو تبص تلاقي في اكاديميات في كل حته. مين دول اللي عاملينها؟ خدوا اذن من مين؟ خدوا ليسنج من مين؟ خدوا يعني رخصه منين؟ من اتحاد الكوره المفروض هو يديهم رخصه. لازم اللي ماسك اللي بيعمل اكاديميه ده، ومخاصة انه بيشتغل مع براعم صغيره وهو اصلا ما لعب ولا درس ولا وبعدين تلاقيه فاتح اكاديميه مجرد المكسب. فالمفروض ده يبقى لازم كل ده يبقى عن طريق اتحاد الكوره. ماشي. عن طريق وزاره الشباب، يعني لازم يبقى في جهه مسؤوله عن الناس دي، ما يبقاش في اي حته تعمل ملعب واجر ويلا وهات دوت وهات 50 60 100 واحد واتولد ومبالغ ويلا. وبعدين النهارده كل اولياء الامور عايز اولادهم يلعبوا كوره. صلاح بقى اللي عمل يعني صلاح، شوف صلاح اللي خلى الناس كلها عايزه تلعب كوره. وعلى فكره دي حاجه جميله يعني، طبعا مش حاجه مش وحشه ان يبقى في قدوه زي صلاح طبعا بيحقق النجاحات المبهره دي في اوروبا، فده يخلي كل الاهالي عايزين اولادهم يبقوا زي صلاح. ليه لا؟ يا والله انا هقول لك على حاجه. قول. انا شايف ان النهارده ممكن ولي امر يجي ابنه يلعب كوره وممكن ما يروحوش ما يودوش المدرسه. بتحصل دلوقتي. بتحصل كتير. وبعدين ممكن يجي لك ولد مثلا بس مجازفه دي يا كابتن. طبعا. هو انا النهارده عايز العب رياضه وفي المراحل السنيه الصغيره دي بقى لازم اوازن بين دراستي طبعا وبين الهوايه بتاعتي. انا ضحكك مره. قول لي. جانا انا قاعد كده، جالي واحد في نادي الزمالك. ومعاه ولد كده صغنون كده بتاع 10 سنين 9 سنين وكده، وبعدين ايه بيعيط. يا ابني مالك في ايه؟ ابويا عايز نلعب كوره ولا مش عايز نلعب كوره؟ يا ابني هو ده مستقبلك. يلعب. ابويا يقول هتلعب كوره غصب عنك. انا بقول لك هتلعب كابتن، هيلعب كوره. كان بقى في بنعمل عندنا حاجه في النادي يعني بالاعضاء بتبقى باشتراك. هدفع لك الاشتراك وهتلعب كوره بالعافيه. قول له لا مش هلعب كوره. وطلع الولد عنده موهبه اصلا ولا ما؟ لا 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 ما عندوش فكره. لا هو والده عايزه يلعب كوره عشان الكوره ما شاء الله بتجيب فلوس كويس. ما شاء الله عشان طبعا ما فيعني النهارده عايزين نقول ان لازم قانون الرياضه يتغير. لازم نروح للاحسن ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب بمناسبه اتحاد الكوره، عايز اخد رايك في تعيين الكابتن حسام حسن كمدير فني للمنتخب. وانا عارف انك دربت الكابتن حسام حسن في فتره فنجاده، كنت مدرب عام مع